عشوان بالدوري. احكي شبكة، ما لقيت اللي بدك اياه صح؟ اوعيك مرة تانية تعملي هالشغلة. ماشي؟ عيب عليك تفتشي بالتليفون، عيب. أنا آسفة كتير مهند. خلصنا بقى، ما بدي اسمع شيء. إذا ما عم تتفرجي لسكره. سكره. بدك تنام؟ بدي نام. تصبحي على خير يا بنتي. وأنت بخير. أهلين ماما. لا لسه ما نمت، أنت شو عم تعملي؟ أنا لساتني إجازة، بس بصراحة كتير عم مل بالبيت، عم أقول بكرة رح أبدأ. ماما، بابا حابب يحكي معك ويسلم عليكي، دقيقة. أنا عم أحكي مع ماما وفيك تتأكد. ومين قال لك بدي احكي معها؟ اكيد اذا سمعت صوتها رح ترتاح. يلا احكي، عم تستناك. الو. مساء الخير. نشكر الله، انت كيفك؟ الله يعطيك العافيه. منيح، ماشي الحال. كويس. طبعا عم اشتغل. قلت لحالي بحكي معك وبطمن عليكي. رح اعطيكي زينب. يلا تصبحي على خير. الو ماما، استنيني ثانية بس لو سمحتي. فتت على غرفتي، هيك احسن. بده يعرف شو في، عينه دائما علي وعم يراقبني على طول. فكر انه مهند اللي دق، فخليته يحاكيكي مشان يطمن. مو مصدق اني قطعت علاقتي فيه. صدقيني ما صار اي شي بيني وبينه. لا معقولة اني اكون عم خبي عليكي يعني، وهو كمان ما اتصل فيني. انا فهمته ماما، بس هو ما اقتنع. والله حاولت يا ماما، بس هو مقتنع اني بحبه. صدقيني أنا مستحيل أرجع أفكر فيه، لأنه طلع واحد كذاب. أنا بعرف مصلحتي، ما في داعي تعلميني ماما. معقولة ما بتعرفي بنتك؟ بعد الكلام اللي سمعته إياه مستحيل يفكر يتصل فيني لو شو ما صار. ما بعرف، كتير مخربطة. تركينا من سيرته ماما، احكي لي أنت شو عم تعملي؟ تصبحوا على خير. وانتي بخير. وانتي بخير. انا رح روح اوصلها. كانت ليله كتير حلوه، شكرا كتير لك جان. شكرا لانكم لبيتوا الدعوه. تصبحوا على خير. تصبحي على خير نهى خان. وانتي من اهلي. انتوا لوين رايحين؟ ما بدنا نكمل السهره؟ انا تعبانه، بدي روح على البيت. تصبحوا على خير جميعا، بكره بنشوف. قلوا للشوفير يوصلك. لا ما في داعي، باخذ تاكسي من برا. تصبحوا على خير ومرة تانية بهمني. يلا بدر، إلا لفيروز مشان تروحوا معنا. ليش؟ أنا موافق بالأول.
نعسان وبدي نام. يلا خلونا نروح على البيت هلا، في موضوع مهم بدنا نحكي فيه. طيب مثل ما بتأمري. بالله يلا امشي. عن جد بدك تروح التاكسي؟ ايه شو فيها؟ يلا بخاطرك، مع السلامة. السيارة لكم؟ إلي خبر بالحادث. مزبوط، ابني عمله. أنا عملته، عم سلم حالي.